اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي او ضيوفي اللي منوريني في الاستوديو، الكابتن حسن احمد خالد نائب رئيس الاتحاد المصري للرجبي ونائب رئيس الاتحاد العربي ايضا للرجبي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا، منورنا في قناه النادي الاهلي. شكرا يا فندم. منورنا في الاستوديو ايضا لاعبه الجامعه الامريكيه ومنتخب مصر روان طارق. اهلا بيك يا روان. اهلا. لاعبه الرجبي طبعا. اعزائي المشاهدين، خلينا نطلع للتقرير عملناه مخصوص عن الرجبي المصري، نشوف وارجع لحضراتكم تاني. بعد فترة طويلة من التجارب والمحاكاة من أجل الوصول إلى منتخب رجبي مصري، شهدت الرياضة المصرية حدثا مميزا بتشكيل منتخب مصر تحت قيادة فنية مغربية ضمن خطة وضعها الاتحاد حديث التأسيس برئاسة المهندس حسام صاحب، يحاكي المنتخبات العربية والإفريقية في الرجبي تمهيدا للظهور الأول لمنتخب الرجبي في البطولات الدولية. وكان العام الماضي مليئا بالأحداث للعبة الناشئة، حيث استضافت مدينة الإسكندرية البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات في سباعيات الرجبي خلال الفترة من 12 وحتى 13 من فبراير الماضي، وشارك فيها 8 منتخبات عربية للرجال هم مصر والإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، وأربعة منتخبات للسيدات هي مصر والإمارات وسوريا ولبنان في البطولة التي أقيمت على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. وشهدت البطولة العربية للرجبي توهجا مصريا كبيرا بعدما نجح منتخب الرجال في حصد الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد تغلبه على منتخب لبنان بنتيجة 14-0، كما حصل المنتخب المصري للسيدات على الميدالية الذهبية بعد تغلبه على منتخب سوريا بنتيجة 31-0. كما استضاف الاتحاد المصري تصفيات شمال إفريقيا والتي شهدت أول مشاركة رسمية لمنتخب مصر في البطولات الإفريقية خلال فترة من 17 وحتى 19 من ديسمبر الماضي، حيث يتنافس أربعة منتخبات منهم على مستوى الرجال هم مصر وتونس والسنغال وليبيا، بينما يتنافس على مستوى السيدات ثلاثة منتخبات هي مصر والسنغال والجزائر. وحصد منتخب الرجال على المركز الثالث بعد فوزه على نظيره الليبي بنتيجة 24-10، بينما حل نصور قرطاج في الصدارة بعد الفوز على المنتخب السنغالي والذي جاء ثانيا. وعلى صعيد السيدات، حصد المنتخب السنغالي ذهبية البطولة بعد فوزه على منتخبي مصر والجزائر، فيما حقق المنتخب المصري المركز الثاني والميدالية الفضية بعد فوزه على نظيره الجزائري. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اجي لك كابتن حسن، يعني الرجبي طبعا لعبه من الالعاب الجديده على مصر. يعني مزبوط. احنا بنشوفها دايما بره. مظبوط. ولكن يعني ابتدينا، الفكره جت منين ان احنا ناسس اللعبه دي في مصر؟ بص، هي اللعبه كانت موجوده في مصر من يعني احنا عندنا صور تذكاريه لماتش فريق ما بين فريق نيوزيلندا ومنتخب مصر اللي هو كان مختلط ساعتها سنه 1942 في استاد اسكندريه. يعني فاللعبة كانت موجودة في مصر، موجودة بتمارس من قبل الجاليات الأجنبية وبشكل طبعا أقل من مصريين مختلطين يمكن بالجهات الأجنبية، بس اللعبة موجودة في مصر من ساعتها. دي صورة تذكارية موجودة في استاد اسكندرية وتمت ممارستها بالشكل ده وبشكل ودي في تجمعات اجتماعية أكتر ما هي رياضية. يمكن عشان الوقت ده كان الإنجليز موجودين في مصر، موجودين في مصر حتى بعد ما مشوا. في كان في نادي القاهرة للرجبي متأسس من الستينات، ده كنادي اجتماعي ولغايه دلوقتي موجود الى الان، وبيمارس اعضاء بيمارسوا رياضه الرجبي وبيروموا بسفريات يروحوا يسافروا يلعبوا في كذا حته باسم يعني موجود في النادي. موجود في النادي وناس موجوده طول عمرها حتى، وكان في دايما نادي مختلط ما بين مصريين واجانب. نعم. الوضع اختلف من اول ما ابتدت اسكندريه يبقى فيها نادي للرجبي، ده يعني انا فخور من كنت من الجيل ده بقى فيها نادي الرجبي برده كان مختلط، بعد كده زاد نسبه المصريين، بعد كده بقى في ماتش شهري ما بين فريق اسكندريه وفريق القاهره، وده كان الماتش الوحيد اللي بنلعبه يعني السنه كلها. لا كنا بنلعب كل شهر، بس كل شهر يعني مش قصدي يعني الفريقين بيلعبوا طول السنه. هم مفيش غيرهم. تمام. بعد كده الموضوع ابتدى يكبر، ابتدى يبقى فيه زخم كبير
فتحصل الاسكندريه في كذا فرقه اتكونت في نادي الطيران وغيره، وفي القاهره بقى في نادي في الجامعه الامريكيه اللي هو دلوقتي النهارده روان ثالث جيل تقريبا بيلعبوا هناك. فبس وبعد كده ابتدى ان احنا نتحرك ان احنا ننظم نفسنا بشكل افضل، احنا عايزين ناسس نفسنا كاتحاد رسمي، وابتدت بقى مشوار طويل بقى. اسستوا الاتحاد امتى؟ الاتحاد اشر رسميا في 23 ابريل 2017. يعني وكنا واخدين عليه قبليه موافقه شفويه. ابريل اللي جاي بخمس سنين بالظبط. فاحنا حضرنا عملنا اول انتخابات، كان اول واحده كان طبعا قرار لغايه الدوره الاولمبيه، بعد كده خدنا 4 سنين، والنهارده لسه مخلصين انتخابات تاني مجلس انعقاد. 4 سنين تاني. بالظبط. طب هو انتوا اتحاد اولمبي ولا غير؟ اتحاد اولمبي. الرجبي لعبه اولمبيه زي ما انت عارف، اتلعبت في دورتين اولمبيين اللي فاتوا. طب انتوا ليكوا يعني هيبقى لكم اتحاد ليكوا صوت في انتخابات اللجنه الاولمبيه اللي جايه؟ طبعا خلاص. احنا لعبه 29. لعبه 29 صحيح. ويمكن احنا كنا قلنا الكلام ده، وكنا قلنا ان في 4 العاب يمكن ما تاهلتش الاولمبيات، مش عشان هي لا عشان لسه بادئه. كنا قلنا اتكلمنا عن الرجبي احد هذه الالعاب، بس خلينا نروح لروان. روان، يعني ليه الرجبي؟ انا طول عمري وانا صغيره وانا بحب العب رياضه، وكنت بلعب باسكت، وكنت بلعب تراك اند فيلد، وكنت بلعب كذا حاجه. ولما دخلت الجامعه بقى كان اول اسبوع خالص كل الفرق اللي في الجامعه بتعمل تراي اوتس عشان الناس تنضم للفريق. كنت بتلعب باسكت في الاهلي؟ لا بقى في المدرسه. في المدرسه يعني على مستوى المدرسه. طيب ولما دخلت بقى شفتهم بيعملوا تراي اوتس للفريق، ورحت اتفرجت على تمرينه، فالموضوع عجبني وبس، من ساعتها وانا ابتديت العب. يعني انت اول حبيت اللعبه وجوه الجامعه الامريكيه؟ اول سنه رحت لقيت في تراي اوت، يعني بيجربوا الطلبه. أيوة. والطالبات. طيب وكان في ناس سابقينك طبعا في الفريق؟ ايوه طبعا. ما لقيتيش انت تلعبي مع ناس اكبر منك وخبره عنك؟ لا، علشان هي اول ما بتدخل الفريق هما بيبقوا حريصين جدا ان هما يعلموك البيسكس، وبتفضل 3 4 شهور في فيز ان انت بتتعلم الرياضه من اولها خالص. صحيح. ولما بقى بتبتدي تلعب مع اللعيبه اللي في الفريق بتبقى اوريدي انت اتعلمت الحاجات ووصلت للليفل اللي انت عارف تلعب معاهم، فالموضوع بيبقى سهل عليك ان انت تتاقلم وتلعب معاهم. طب مش لعبه عنيفه على البنات شويه ولا انا عنيفه شويه على البنات اللعبه دي؟ هي طبعا لعبه عنيفه، بس يعني بتبقى كونديشن ليها. وليها قوانين برضو، يعني هي مش مفتوحه، مش انت مش داخل تنتحر يعني. برضو بالزبط. فهي ليها قوانين، والقوانين دي بتخلي معدل الاصابات اقل. فبتتعلم بقى ازاي تلعبها صح، ازاي تتاكل صح، ازاي تقع صح علشان تحمي نفسك. طب مين اللي بيمرنكم في الجامعه الامريكيه؟ الكوتش بتاعي اسمه محمد توبجي. مصري؟ ايوه. يعني قصدي اقول ان هم المصريين اللي بيمرنوا في جيل دلوقتي، يعني دلوقتي الجيل اللي بيدرب في النوادي كلها من المصريين، كلهم كانوا مثلا من الجيل بتاعي اللي هو ناس كانت بتلعب في الاول، دلوقتي يا زي حالتي بقوا اداريه، يا بقوا في المدربين ومشرفين على فرق، او بيشاركوا حتى في الجهاز الفني المنتخب. بس مدير فني المنتخب مغربي صح؟ حاليا المدير الفني للمنتخب مغربي، بس احنا قبل كده كان عندنا مدير فني منتخب مصري، وده من ضمن الحاجات اللي بنفخر بيها ان احنا كان عندنا منتخب مصري، كان واحد من اللعيبه القديمه قوي، يمكن كان اول لعيب في تعود كده بقى مدرب، وهو لغايه دلوقتي بيدرب يعني. طب ليه اخترنا المدرسه المغربيه؟ يعني انا اللي اعرفه يعني، معلش انا كنت بايام بلعب انا، وحتى لما كنت بنزل جنوب افريقيا عشان العب ماتشات هناك وكده، كنت بشوف دايما ماتشات الرجبي، وبالصدفه كده يعني كان جنبي 2 لعيبه قعدوا جنبي، الناحيه دي لعبوا الرجبي ما شاء الله، هو العرض هو السمك. أيوة. ما شاء الله. أيوة. يعني كويسين جدا. طيب ليه المدرسه المغربيه ما احناش ليه مدرسه جنوب افريقيا؟ بص احنا دلوقتي لا جنوب افريقيا، ما انت برضو بتبص يعني، انت مع مصر يعني، لما حتى في اي رياضه ثانيه بتحاول تبص على الدائره الاقليميه بتاعتك، فين المنافسه القريبه بالنسبه لك، فين الناس المتقدمه، فده حاجه. فانت في مدرسه شمال افريقيا مرتبطه بمدرسه جنوب اوروبا، ودي ناس متقدمه في الرجبي. أيوة. منتخب تونس ومنتخب المغرب ناس عندها رجبي متاسس فوق 30 40 سنه، عندهم منتخبات، عندهم محترفين بره. فاحنا وخطه التطوير بتاعتنا احنا برضو لما بنضعها بنضعها مع مشاركه مع الاتحاد الافريقي، فبقى في توصيه برضو بشكل خبرات معين نقدر نكتسبه، الطريقه الجسمانيه بتاعت او الصفات الجسمانيه الغالبه في مصر تبقى اقرب لك ان انت تلعب بطريقه لعب فيها سرعه او فيها تكتيك اكتر من ان انت تلعب ناس بتلعب بيور باور او مثلا زي اللي بيحصل في جنوب افريقيا. فدي بتبقى مدارس احنا فعلا اخترنا المدرسه المشابهه لينا ايه عشان نقدر نستفاد منها. لازم فلسفه، لان بعد كده بتحكمك بقى فلسفه التدريب وفلسفه مين الخبراء الفنيين انت بتشتغل معاهم، هتروح تلعب تعمل معسكرات فين كده. ممتاز. طب روان يعني هتكملي؟ ان شاء الله. يعني مش لو خلصتي دراسه في جامعه امريكيه ناويه تكملي؟ ايوه. هو اصلا معظم يعني دلوقتي معظم اللعيبه اللي في المنتخب متخرجين من الجامعه فعلا، يمكن يعني ما فيش غيري انا وثلاثه كمان اصغر ناس اللي لسه بندرس في الجامعه. طب سؤال، لو اتخرجتي من الجامعه فريق الجامعه نفسه
ستيل بيلعب في الدوري يعني يعني هو أوه. فريق نادي ايوه هو الفريق مش لازم تبقى انت في لسه بتدرس عشان تبقى بتلعب فيه ينفع بقى ما تتخرج معظمهم كده اصلا بيتخرجوا وبيكملوا في الفريق عادي. طيب لعبت مع المنتخب صح؟ لعبت بطولات ايه؟ لعبت البطوله العربيه ولعبت الافريكان كواليفايرز. خدته تاني في الافريكان كواليفايد وخدته في البطوله العربيه خدته اول. ايوه الفاينل كان مع مين؟ في العربيه ولا في الافريكان؟ لا في العربيه. في العربيه الفاينل كان مع سوريا. سوريا؟ كسبناهم كام؟ فاكره؟ بص احنا كسبناهم على الصفر والفرق كان كبير قوي فعلا فانا يعني مش فاكره الرقم بس هو كان على الصفر يعني كانت 31-0. برافو عليك. على مذاكرين متابع. طيب قولي لي يعني لو حد بيتفرج علينا وطبعا يعني ان شاء الله كتير يعني بيتفرجوا علينا واكيد لعبه الرجبي انا من الناس كنت بحبها جدا الحقيقه وبحب اتابعها. تنصحني الناس تلعبها؟ طبعا انصح الناس انها تلعبها بس قبل ما يلعبوها يفهموها يعني حاسه ان دلوقتي مشكله الناس اصلا ما بتبقاش فاهمه هو ايه ده ولا هما بيعملوا ايه من الاول خالص فانصح ان هما يلعبوها وفي الاول خالص يبقوا فاهمينها ويبقوا جسمهم جاهز ليها فعلا يعني ممكن. طب يلعبوها على سن كام مثلا؟ انت بحكم انت لعبتيها كبيره لعبتيها وانت في الجامعه شايفه ان ممكن حد يمارس اللعبه دي وهو صغير؟ هما دلوقتي مثلا بيعملوا اكاديميز ان هما يعلموا الاطفال في المدارس. مين اللي بيعمل اكاديمي؟ الجامعه كامله؟ احنا في كذا حد في الجامعه عندنا. احنا كاتحاد بنرعى في مدارس اوريدي عندها اللعبه موجوده وبنرعى ان احنا مع في برنامج ما بنعمله مع الاتحاد الافريقي تقديم اللعبه لاطفال المدارس. لا ما انا عايز من 11 وانت بس انا عايز اتوقف عند حاجه. انتوا كاتحاد انت حضرتك كلمتيني على الانديه اللي بتشارك كفريق اول، خلينا ناخدها واحده واحده. تمام. الانديه اللي بتشارك كفريق اول كام نادي في مصر دلوقتي؟ دلوقتي احنا عندنا 8 فرق بيشاركوا في السباعيات دول الرجبي السباعي وفي 4 فرق للبنات بتشارك في صفه منتظمه في البطوله السباعيه وعندك 4 فرق للرجال بتلعب في ال 15. ثانيه واحده في عندنا نوعين من النشاط سباعي و15. سباعي يعني 7 لعيبه في الملعب مظبوط وال15 يعني 15 لاعب في الملعب مظبوط. احنا في السباعي 8 رجال و4 سيدات مظبوط. تمام. طيب في ال15 4 رجال. 4 رجال فقط ما عندناش لان طيب. انت العدد الفرقه بتاعت ال 15 بتحتاج حوالي ما فوق ال 35 لعيب طبعا لان هم اللي في الملعب 15 لازم ال 15 والاحتياطي والبتاع. طيب الاربعه اللي بيلعبوا ال 15 خلي بالك انا مركز معاك قوي. الاربعه اللي بيلعبوا ال 15 من الثمانيه اللي بيلعبوا ال 11 يعني من الثمانيه اللي بيلعبوا السبعه اللي بيلعبوا السبعه يعني الاربعه يعني في 4 انديه في مصر عندهم الفرقتين بس في الولاد بس بالظبط. طيب وده الملعب. طيب انتوا الملعب الرئيسي ليك كمنتخب مصر فين؟ احنا دلوقتي كان الفعاليات بتاعتنا كنا بنعملها دايما في الاستاد الفرعي بتاع برج العرب يعني ده الملعب الرئيسي. طبعا احنا دلوقتي بنحاول مع النهضه اللي بتحصل في الدوله في المنشات الرياضيه وفي المدن الاولمبيه وبتاع ان احنا يبقى برضو بما ان احنا منتخب اولمبي او للرياضه الاولمبيه يبقى لينا مكان على اللي هو الملعب الاولمبيه اللي هتبقى في مدينه اولمبيه سواء اللي هيبقى في العاصمه الاداريه الجديده او في العالمين. طب هسال سؤال، الملعب بتاعكم هو ملعب كره القدم؟ الرجبي وكره القدم هي اصلا كانت لعبه واحده وبعد كده انشقوا، فهو الملعب بتاعنا في كمواصفات هو تقريبا ملعب كره القدم بالظبط 100 ياردة في 50 ياردة بس شويه الحاجات اللي بتزيد ناحيه الاوت او ناحيه الاوت من ناحيه الاجوال زي ما بنقول ده بنزيد 5 متر من الشمال و5 متر من الجنوب وفي الاوت مثلا بتاخد متر او 2 عشان بس تلعب الاوت. طب وهي الجون جول كره القدم انتوا مثلا بتمرنوا نفس الملعب ازاي بتشيلوا جول كره القدم بيبقى ثابت في الارض؟ احنا بنثبت بس خلي بالك هو العرض مش فرق كبير انت بتثبت العرضتين وكان عملنا التجربه دي حتى قبل كده كنا عملناها في استاد الجونه. يعني قصدي ينفع تلعب على ملعب كره القدم من غير ما تشيل جوان كره القدم؟ لا لازم تشيلها ما انت عشان العرض ما انا بقى انا قصدي كده. طيب ما هو الاجوان دي جوان كره القدم ما بتتشالش بتبقى فيكسد في الارض. لا ما هي بتتثبت الثانيه برضه بتتشال بطريقه معينه وبترجع تثبت يعني دي في اليه معينه بتقدروا تتمرنوا على الاثنين. عملنا تجربه حيه في استاد الجونه في اول بطوله عربيه كنا عملناها هناك في استاد الجونه وعملنا التجربه دي لايف يعني والموضوع ده بتهالي هيديكوا يعني انت هتستغل البنيه التحتيه بتاعت كره القدم في الموضوع كبير قوي بس يعني طبعا حته عشان السيفتي برضو ان انت عايز تلعب بطوله دوليه او عايز تلعب ماتش تبقى مامن على برضو متامن لسلامه اللعيبه دايما لازم تتاكد ان حته الخمسة متر موجوده دي عشان لو ما يحصلش فيها ان حد يطلع بره الملعب او يقع وكده صحيح فبرضو دي بتليمت عدد الملاعب اللي ممكن تلعبها مش كل الملاعب كره القدم ينفع تلعبها. طب قولي لي يعني روان انت يمكن ترتيبكم كام في الدوري انتوا مع جماعه ميتين؟ لا احنا الاول. انتوا الاول على الاربع فرق. طيب وشايفه انه
انت دلوقتي بقالك كام سنه مثلا؟ 3 سنين بتلعبيها؟ 4 سنين. شايفه انه اللعبه بتتطور ولا شايفه ان الموضوع لسه ليميتد على مجموعه معينه وشكرا؟ انا شايفه انها كومبيت لاول سنه خالص انا بدات العبها. أيوة. كده كده بتتطور يعني كل سنه. برافو. بتلاقي في يعني في امبروفمنت بتحصل من بالزبط. الاتحاد دايما بيحطوا افورت. فكره اصلا ان احنا لعبنا يعني لسه كنا بنلعب السنغال فدايما بيحصل امبروفمنت ولسه قدامنا مشوار طويل برده بس احنا يعني بيبي ستبس. طب بس خلي بالك يعني ده لما المدرب المنتخب يقول لكم انتوا بتتطوروا وبتتقدموا ماتش بعد ماتش فده يعني مش بطوله بعد بطوله لا ده انتوا جيم افتر جيم بتتطوروا فبتهيألي ده يعني كلام مشجع جدا صح؟ صح. انت بتضحكي ليه عشان عرفت الكلام ده منين؟ لا معلش هنجيبكم لما نذاكر كويس بس هي الفكره انه يعني ده كلام لما يطلع من كوتش عنده خبره. ايوه طبعا. يبقى اكيد انتوا فعلا بتتطوروا اكيد انتوا حابين ده. صح. هي اللعيبه كلها حابين قوي وبتلاقينا كلنا في المعسكرات مستنيين المعسكر اللي بعده ومستنيين التمارين فانا شايفه ان دي احلى حاجه في المنتخب عامه ان مفيش حد مش عايز يتطور. طب انتوا كام لعيبه في المنتخب يعني توتال بقى بعد ما فاينل وبتبقى التصفيات تحصل انتوا كام لعيبه الكور بتاع المنتخب؟ 12 لعيبه. ايوه يبقوا 7 ستارتنج وخمسه سبس. خمسه لان انتوا بتلعبوا السباعي. ايوه السيدات بتلعب سباعي بس لان هو ده النشاط اللي موجود في مصر. لا ده احنا لسه عندنا كلام بقى وهنقول بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا عن الرجبي لو حد ليه اي استفسار عن اللعبه وعايز يعرف حاجه والكوره جنبنا اهي يعني جاهزين يبعت لنا على السوشيال ميديا واحنا هنرد على سؤال ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين كلامنا عن الرجبي المصري. اللي عايز يعرف اي حاجه عن اللعبه يتابعنا لسه قدامنا نص ساعه نتكلم في كلام كتير. اروح لك كابتن حسن ناير رئيس الاتحاد خطتك لنشر اللعبه اكيد بتبتدي بالسن الصغير احنا اتكلمنا على الفريق الاول ولكن انا عايز اسمع حضرتك بالنسبه للسن الصغير ايه خطتك؟ هو دلوقتي تاريخيا يعني او مش لو لينا ان احنا نستخدم اللفظ ده بس احنا دايما كان تركيزنا والريكروتنج او الجلب المواهب الجديده دايما كان بيبقى في سن الجامعه يعني انا انضميت وانا في سن الجامعه روان اهي في سن الجامعه بقول. فدايما بتبقى الجامعه التارجت بتاعك بتبقى الاساسي ما هو ده المكان الاساسي لجلب اللعيبه الجديده ناس تبقى مهتمه بالرياضه او سابت رياضه وجايه تهتم عايزه تهتم برياضه جديده بيشوفوا الرجبي جسمه حلو بالظبط جسم او عنده لياقه او عايز فبتاع ويشوف ان برنامج الرجبي قد كده مثلا في بطولات في ماتشات طول السنه في سفريات في فين فنبدأ حاجه ده دايما بتبقى ايه محل الجذب الرئيسي يعيبوا حاجة واحدة ان انت بتاخد اللعيبة في سن اكبر شوية من 18 وانت طالع بس هوافر انت برضو ممكن يكون طالع لك ناس من يعني ناس كانت زي مثلا روان كانت بتلعب اوريدي رياضة تانية فهي جاية لك برضو عندها شوية كونديشننج فيزيكلي كونديشننج هتاخد شوية الانترودكشن وتكمل فده اول حاجة انا هقف على النقطة دي بس هسيب حضرتك تكمل بس كمل دلوقتي اللي احنا بنعمله جديد واللي يعني عملنا البرنامج ده مرة ما توفقش قوي بس بنعيد اكتيفيشن بتاعه اللي هو في برنامج مع الاتحاد الافريقي والاتحاد العالمي للرجبي اسمه جات انتو رجبي ده بالاساس بيستهدف الطلبة اللي في المدارس من سن 11 وانت طالع ولاد وبنات البرنامج بالاول بيأهل او بيقدم الرجبي للعيبة الصغيرة دي بشكل مش فيهوش احتكاك بدني هو مجرد اكتر ان هو حاجه فن وان هو يتعلم قواعد اللعبه يشوف فيديوهات يتعلم ازاي يتحرك بجسمه بالكوره يتعلم المهارات الاساسيه بالتحرك بالكوره وبين غيرها بشكل متعاونين في البرنامج ده؟ احنا في جزء من البرنامج ده احنا السنه دي برضو في اوريدي مدارس موجوده يعني انا في مصر اوريدي فيها فرق للرجبي واحنا بنحاول نساعدهم ان هم وفي منهم بطوله اوريدي في حوالي 8 مدارس بيلعبوا بينهم بطوله واحنا بنحاول نساعدهم بنحاول ننشر في مدارس ثانيه فده دايما ده دايما خليني بدون ذكر اسامي مدارس دي مدارس دوليه وخاصه دوليه ومدارس حكومه دوليه ممتاز دوليه ممتاز طيب خليني برضو اقول حاجه انه انت كلامك اللي انا شفته ده وعايز الساده المشاهدين سامعيني دلوقتي انه مش الرجبي لعبه تناسبك انت لو عندك 18 17 سنه وحاسس ان انت مش قادر تلعب رياضه الرجبي تناسبك وعندك يعني هنقول لكم تشانلز ايه وهنقول لكم الطرق ايه وهنقول لكم الانديه اللي ممكن تروحها ازاي وفرصه معانا طبعا كابتن حسام معانا في الاستوديو هيقول لنا ومعانا عبر الهاتف ايضا كابتن حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي اهلا بيك يا كابتن حسام مساء الخير ازاي حضرتك يا كابتن الحمد لله تهانينا لحضرتك طبعا على التاسيس للاتحاد يعني ما بقاش جديد بقى 5 سنين ده ما بقاش جداد ولكن حضرتك شايف الدنيا ماشيه ازاي يعني حضرتك يوم بعد يوم حاسس ان الدنيا ماشيه معاك كاتحاد اولمبي
في اللعبة إلى الأمام؟ طيب خلينا الأول نبارك لمصر وشعب مصر على الفوز العظيم اللي حصل النهاردة في بطولة الأمم الأفريقية، وكانت مباراة ممتعة وبصراحة حاجة مفرحة، ونفسنا بقى نشوف الرجبي بإذن الله ماشي في نفس الطريق، طريق الانتصارات. الله يبارك في حضرتك يا دكتور. أنا عارف طبعا الطريق لسه قدامنا طويل، لكن أنا بمجهود طبعا الاتحاد والزملاء في الاتحاد واللعيبة والمدربين والأطقم الفنية إن شاء الله متفائل بإذن الله. إن شاء الله يا كابتن. طيب خلينا نتكلم عن الرجبي، يعني يمكن اكيد حضرتك متولي المسؤوليه وتطمح ان انت تنشر اللعبه، بتحلم في يوم من الايام تشوف ماتشاتها بتتذاع على التلفزيون، بتحلم بدوري قوي، يعني شايف انت الدنيا سنه بعد سنه بتبقى احسن معاك في هذا الاتجاه؟ طبعا اكيد، يعني احنا ان شاء الله في سنه 2021 السنه اللي فاتت اقمنا بطولتين في الاسكندريه، كانت بطوله عربيه في فبراير وبطوله منطقه ريجنال في الشهر 9، فالامور ماشيه كويس. طبعا مش هقول لك ان الطريق وردي، لان مفيش طريق مفروش بالورود طبعا، محتاج تعب ومجهود. هدفنا الاساسي هو نشر اللعبه وان احنا نعمل قاعده كبيره من اللعيبه، لان هي دي القاعده اللي هتوفر لنا بعد كده منتخب واعد نقدر ننافس في الاولمبياد باذن الله. طب كابتن خليني اسالك عن يعني البنية التحتية، يمكن انت لعبة جديدة واكيد ليك مواصفات او مقاييس معينة للملعب، وكنت بكلم فيها مع كابتن حسن دلوقتي، واكيد برضو ليك اساليب تدريبية معينة، اجهزة اكويبمنت محتاجها، شايف يعني محتاج دعم اكتر من الدولة ولا شايف الدنيا في تقدم في هذا الموضوع؟ طيب خلينا نتكلم، احنا عارفين اساسا ان مصر البنية التحتية الرياضية قوية جدا، صحيح، العكس الفترة اللي فاتت أضفنا ملاعب وأضفنا قرى أولمبية، وبالتالي البنية التحتية عندنا قوية، وزي ما بقول لك الناس بتوع الاتحاد الأفريقي لما كانوا موجودين في البطولة اللي فاتت كانوا بصراحة منبهرين بالموجود في مصر وتوافر الملاعب. احنا الميزة عندنا ان احنا محتاجين ملعب كرة قدم نجيلة، ده نعم. موجود نعم. مش محتاجين اكويبمنت، بمعنى اكويبمنت لان اللبس، يمكن باشمهندس حسن قال لك اللبس، احنا لبس زي كره القدم او الهندبول، شوز بتاعه كره قدم، فالتكاليف مش موجوده. اللي بنحاول نعمل مع بمساعده الاتحاد الافريقي والاتحاد العربي بنعمل دورات، الحمد لله المره اللي فاتت عملنا دوره مستوى اول وثاني للاطباء، عملنا دورات للمدربين للحكام، يعني انا لسه وصلني خبر دلوقتي ان في حكم من عندنا اسمه عمر بندق، هو طبيب، يعني احنا ما عندناش احتراف في اللعبه، نعم، هو طبيب بشري الحمد لله، مسافر تونس في البطوله العربيه هتتعمل 25 فبراير الحالي في تونس، ما شاء الله اترشح ان هو يبقى حكم اساسي في المباريات. واحده واحده الكوادر بتخش، اي واحده واحده كوادرنا بتبقى موجوده. طبعا انت عارف، طبعا انت عارف، طبعا اي لعبه انت محتاج غير اللعيبه وغير القاعده العريضه، انت محتاج مدرب، محتاج صحيح. حكم، محتاج طبيب، صحيح، فالكوادر دي كلها بنحاول نكونها بمساعده زي ما قلت لك الاتحاد العربي والاتحاد الافريقي، وزاره الشباب والرياضه طبعا بتدعم اللعبه، معالي الوزير كان في اخر اجتماع حضرته انا والمهندس حسن مع السيد خالد بابو رئيس الاتحاد الافريقي، وعد بدعم اللعبه، والاتحاد الافريقي وعد ان كل سنه هيبقى في بطوله اساسيه افريقيه موجوده في مصر. ممتاز. ان هم زي ما قلت لك شافوا البنيه، بنيه الملاعب، بنيه تحتيه للملاعب، فنادق، شبكه مواصلات وطرق على اعلى مستوى، طبعا احسن اعلى مستوى يعني في افريقيا، فالناس بصراحه منبهرين، وفي الاخر هم بلغوا معالي الوزير ان عايزين مصر تبقى هي الهب بتاع الرجبي في افريقيا ان شاء الله. الحقيقه انا بحييك على المجهود ده وبحيي الاتحاد كله. وخليني اسال حضرتك بس سؤال اخير، لان السوشيال ميديا كانت قلبت بعد خسارتنا من ماتش تونس 38-0، فطبعا الناس فاكره ان 38 هدف، فطبعا الناس محتاجه، يعني انا طبعا عارف الاجابه بس محتاج اسمع من حضرتك ان ال 38 هدف دول مش 38 هدف، انا هسيب لحضرتك تشرح ال 38 دول عباره عن ايه. هو حسن طبعا معاك، وحسن لاعب وكان يعني يتولى الاجابه دي، لكن هم في الاخر 5-0. ايوه بالظبط، الهدف بسبعه.
تمام كده صح كده؟ هي تمام زي يعني بص زي ما هقول لك برضه يعني ناخد مثلا برياضه التنس. نعم التنس لما بتبدا تعد بتقول 15-0 فهي 15-0 هي نقطه واحده هي مش 15-0 صحيح يقول لك ده خسر 40-0 يا خبر ابيض خربت الكلام ده مش مظبوط. لا بس انا حبيت بس اوضح لانه هي طريقه العد غريبه شويه وانا بصراحه يعني طبعا بشكرك على استضافتي انا ومهندس حسن لكن في النهايه اللعبه مش هتنتشر غير بمساعدتكم انتوا رجال الاعلام والتلفزيون شبكه الفضائيات المصريه على فكره برضو دي من ضمن الحاجات اللي الاتحاد الافريقي شكر عليها معالي الوزير ان احنا عندنا اقوى ميديا موجوده في افريقيا يعني سواء عدد الفضائيات الموجوده سواء السوشيال ميديا شبكه الانترنت اللي بتغطي الجمهورية كلها فطبعا الميديا لها دور مهم جدا في نشر اللعبة ومش هقول لك ان احنا عايزين نعمل الماتشات على الهوا لكن على الاقل لما نبدا نسجل الماتشات ونزحها الناس هتبدا تاخد فكرة شوية عن الرياضة وانا مش عايز اقول لك احنا لما بنخش المدارس عدد الولاد اللي بيخشوا اللعبة بيبقوا قد ايه يعني انا نفسي كنت مذهول ان في مدرسة يعني مؤخرا في الاسكندرية 45 واحد دخلوا من في اول يوم يعني احنا كنا فعلا منبهرين بالموضوع ده واحنا بنحاول نوفر على قد ما نقدر كور واي اكويبمنت للولاد عشان ننشر اللعبه معاهم ما شاء الله. زي ما قلت لك هي دور الميديا معانا ويعني انا بشكرك زي ما قلت لك يا فندم الشكر ليك وانتوا اللي بتبذلوا المجهود يا كابتن وانتوا اللي بتشتغلوا لمصر فاحنا اللي بنشكركم واحنا بنقف في ظهركم ومعاكم وان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق وبرنامج الابطال تحت امركم في اي حاجه من هنا ورايح انتوا لعبه يعني مبتدئه وان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق كابتن حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي بشكرك شكرا جزيلا كنت معانا في برنامج الابطال. اجي لي كروان يعني يمكن محتاج الناس تسمع منك اللعبه مكلفه يعني في واحد يقول لك لا انا هروح العب رياضه اجيب الكوره دي ومش هجيب الكوره دي يعني لعبه هتكلف الناس كتير لو لعبتها؟ لا طبعا يعني هي مش هتكلفك انت كلاعب غير ان انت تجيب كليتس الجزمه بتاعتها وبس كده الكوره يعني معظم اللعيبه اللي بالذات بيلعبوا الرجبي السباعي بيفضل لهم يلعبوا جزمه الكوره بتبقى اسهل لهم في التحرك جزمه كره القدم العاديه يعني انا جزمتي جزمه كوره يعني يعني الموضوع مش لا لا خالص انا بس ليه سالتك السؤال ده عشان الناس اللي بتتفرج علينا ساعات بيبقى يقول لك يا عم انا اروح بقى واجيب كوره في بيحصل خلط كبير يا كابتن برضه الناس عشان لسه الناس بتخلط بين الرجبي وكره القدم الامريكيه احنا الرجبي هي الصوره المنتشره من اللعبه في العالم كله كره القدم الامريكيه بتمارس في امريكا وثلاث دول كمان او اربع دول يعني الرجبي اللي هو قدام الناس كلها كل اللي انت محتاجه الشورت بتاع اللعبه التيشيرت بتاع اللعبه وجزمه كوره عشان نجي لك يعني مش محتاج بقى كل المعدات الحمايه والخوز وغيره 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 اللي بتلبسها كره القدم الامريكيه انت لبسك زي لبس كره القدم مظبوط. خليني بقى اجي مع حضرتك على اسامي الفرق اللي بتلعب عشان لو حد بيشوفنا وعايز يروح يقدم في نادي عايز ياخد السكه ازاي بس خلينا نسمع اجابه حضرتك بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن الرجبي المصري ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا عن الرجبي المصري. يمكن اجي لك كابتن حسن مين الانديه اللي بتلعب في مصر اللعبه دي دلوقتي؟ احنا عندنا الاربعه اللي بيشاركوا بصفه اساسيه من ساعه التاسيس هو اسكندريه نادي ايجلز للطيران نادي اسكندريه نادي اسكندريه الرجبي ده نادي اجتماعي وبيلعب رجبي فقط ده النشاط بتاعه ونادي الجامعه الامريكيه ونادي القاهره الرجبي دول الاربع نوادي اللي هم مشاركين نادي اسكندريه نادي القاهرة نادي الجامعه الامريكيه ونادي الايجز او النسور ده اللي متاسس في الايجز موجود في اسكندريه في طيران اسكندريه طيران اسكندريه حلو دول الاربع انديه اللي هم بيمارسوا اللعب السباعي و15 بيمارسوا الفريق الاول شباب لا ناشئين ونشئات لا مفيش لسه مع فندق الناشئ الدوري ناشئين ونشئات ودول الاربع انديه اللي لهم حق التصويت في جميع المواضيع عندكم لا دول اللي بيصوتوا عن طريق اللعيبه اللائحه ممتاز خدتوا لائحه يعني از جايد لا احنا عندنا اللائحه الاستشهاديه اللي هي بتبقى موجوده من وزاره اللجنه الاولمبيه وطبعا بنحط عليها طبعا بما يناسبنا بنحط عليها شويه تعديلات مسابقه التصويت ازاي طب مين اللي بيشارك طب مين اللي له حق المشاركه في الرياضات في المسابقات الوطنيه الكلام ده كله بتعدلها ان هم طبعا عارفين ان احنا لعبه ناشئه ولسه بنشرب بنحاول نشهر اللعبه يعني. طيب خلينا نتكلم عن حاجه مهمه جدا وهي انه اللعيب عايز يلعب يعني متفرج حد من جماهيرنا عايز يلعب
تقول له يعمل ايه؟ لو هو في القاهره لو هو في القاهره يتوجه للقاهره للرجبي، نادي القاهره للرجبي اللي هم حاطين عندهم البيج بتاعتهم على الفيسبوك كايرو رجبي كلوب، هتلاقي عندهم حاطين المواعيد وهم بيرحبوا باي حد ينضم. في نادي اسكندريه للرجبي هتلاقي برضه حاطط كده، حاطط مواعيده على البيج بتاعته على الفيسبوك، وبرضه بيسعى للناس اللي عايزه تنضم له يتفضل. نادي ايجلز نفس القصص. الجامعه الامريكيه طبعا مرتبطه ان هو يكون طالب في الجامعه، يعني انا لسه هروح لروان، يعني الجامعه الامريكيه ما ينفعش من بره حد يجي، صح روان؟ لازم يبقى طالب في الجامعه الامريكيه او خريج جراديويتد من الجامعه الامريكيه، يعني لازم يكون هو كده. في الاول كنا عادي اي حد ينفع يدخل، بس دلوقتي من ساعه كورونا وهي الجامعه مشدده قوي على مين ينفع يدخل الجامعه، عشان كده خليناها ان احنا بس بناخد ناس من جوه الجامعه عشان التمارين تبقى اسهل له، او متخرجين من الجامعه. انتوا عددكم قد ايه مثلا؟ يعني انتوا كاولاد وبنات توتال اللي بيمارسوا، مش اللي بيلعبوا اللعب، يعني توتال اللي بيتمرنوا بيجوا التمرين في البنات مثلا قد ايه؟ في البنات هتلاقينا 30 عدد كبير. عدد ما شاء الله يعني كويس. بنوصل ان احنا نبقى فرقتين في ملعب 120 بنت أو في ملعب في الجامعه الامريكيه، دايما بروح اشوف الحقيقه. ايوه عندنا ملعب. ودي صور ليكم وانتوا بتلعبوا. دي بطوله افريقيا. طب قولي لي يا روان، يعني يمكن انت اكيد بعد ما لعبت اللعبه شايفه ان اللعبه دي لازم يبقى اللاعب او اللعيبه ليه مواصفات معينه، شايفه المواصفات اللي ممكن يلعب اي لاعب او المطلوب فيه اللي نلاقيه في لاعب عشان يلعب؟ اوكي، هو كل مركز في الملعب بيبقى ليه قدرات معينه. ممتاز. فمثلا موقعي انا بيبقى محتاج سرعه. في ناس تانية بيبقى الموقع بتاعه محتاج قوه اكتر ما هو ما محتاج سرعه. ممتاز. فبتفرق على حسب انت البوزيشن بتاعك ايه، بس مثلا لازم نبقى كلنا أقوياء، يعني لازم نبقى كلنا فت. تمام. يعني في حاجات في سرعات مثلا بالظبط لازم نبقى كلنا عندنا الفتنس بتاعنا يساعدنا على اللعبه. بس لو انت محتاج تبقى ايه بالظبط ده ديبيندز على انت بتلعب ايه. طيب والالتحامات والحاجات دي اكيد برضو، يعني في ناس بتشوف التحامات دايما الناس في دماغها الامريكان فوتبول طبعا، يعني شايفه حتى انتوا شايلين ما شاء الله احمال ثقيله، لان طبعا الالتحامات في الملعب تبقى محتاجة يعني تدخلات قوية وبتاع. أيوة. ده جزء من تدريب الرجبي. ما تتخضوش يا جماعة، الموضوع سهل مش صعب، لأن الناس دايما حاطة في دماغها الأمريكان فوتبول والالتحامات اللي بتحصل والخوز والحاجات. طبعا الرجبي حاجة تانية خالص، حاجة تانية. احنا أول ما بنلبسش خوز ولا حامل، ولازم دايما الالتحامات بتبقى من تحت، يعني من تحت الركبة، فده بتبقى سيفر على اللعيبة. لو انت مثلا عملتها من فوق بتاخد كارت، ينفع تاخد كارت اصفر وتطلع يعني بره. ففي قوانين الالتحامات دي بالظبط، مش مفتوح ان انا اجيبك او اجيبك. لا 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 خالص، ما ينفعش. ما ينفعش خالص. يعني انا بتهيألي كره اليد ممكن تبقى عنيفه اكتر منكم. كره اليد عادي بيجيبوا بعض من، يعني ممكن يبقى من الرقبه من الكتف. يعني عشان بيبقى عندهم حته عدم التعمد فبيحصل ده فاول، لكن احنا عندنا فاول من فوق الرقبه دي فيها طرد، ما فيهاش هزار. ما فيهاش هزار، لان ما ينفعش اقول لك لا ما كانش متعمد. طب كابتن، الكره الرجبي دي الكره اللي انتوا بتلعبوها المباراه؟ مظبوط، دي كره. هل ليها مواصفات معينه؟ طبعا هي الكره واخده شكل لابسيت شويه. مظبوط مظبوط. هي مختلفه عن الامريكان فوتبول. الامريكان فوتبول اتقل شويه. لا، الامريكان فوتبول الداينامكس بتاعتها مختلفه، بتبقى مسحوبه اكتر وبيبقى فيها اللي هي زي الخياطه دي عشان تثبيت الايد. تمام. بعض منهم ما فيش الخياطه دي، فاحنا الكره بتاعتنا اتقل عموما واكبر بالظبط، والقطرها اكبر، حتى الخيوط يعني بيلت ان، مش بالظبط والقدم بالظبط بالظبط. طيب وهو يعني الكره دي في الهواء وانت بتلعبها ما بتبقاش ليها اتجاه، يعني انت ممكن تلعبها كده تلاقي تلف وتروح في اتجاه تاني، يعني هي مش مدوره. لو مدوره كره القدم بشوطها، لو ما فيش هواء او اي حاجه بتمشي في ستيت لاين. لا، ليه في تكنيك للشوت. برافو عليك. في تكنيك معين للشوت، لو انت هتشوطها برجلك عشان تطلع مستقيمه. لعيب الرجبي اللي بيشوط برجله عامه، يعني لو هو مثلا بنتكلم في التوب ليفل، هو بيبقى قدرته على في التحكم برجله بتبقى زي حد مثلا لعيب كبير في الكوره. لان يعني هو في اعلانات وفي مسابقات معروفه بتتعمل كل سنه، اللي هو انت شوط الكوره دي وانا شوط الكوره دي ويبدلوا مع بعض، يعني دي حاجه معروفه يعني من ضمن الحاجات الفانيه يعني اللي بتتعمل. يعني مهارات الفاني اللي بتتعمل. بالظبط، ان هو لعيب كوره شوت كره رجبي، فلعيب الرجبي لازم عنده قدره اللي بيشوط، لان هو محتاج يضرب الكوره اصعب وليها ايروداينامكس اصعب وبتلف بطريقه مختلفه زي ما حضرتك قلت. فلازم يكون عنده مهارات تكنيك بالظبط معين. طب قول لي، يعني انت كنت بتتكلم معايا في الفاصل بتقول انا نفسي حتى اللاعب اللي ما يتوفقش في رياضته اهلا بيه في الرجبي. بالظبط، يعني احنا كان من عندنا من التجارب اللي كانت ناجحه قوي، كان عندنا في الفريق بتاعنا في اسكندريه كان معانا لعيب بعد كده في المنتخب، يعني لسه مخلص قريب، احمد شتا. ده كان راجل في منتخب المصارعه،
كان في الفترة اللي هي بتاعت منتخب كرم جابر وبوجي وقدر يلعب. فالراجل طبعا الناس دي كانت موجودة، راجل جامع، راجل جامع هنا بقى منتخب واخد ميداليات وطلع وسافر وعمل كل حاجة والراجل بقت لعبته. فانت بترحب جدا جدا. اي حد، اي حد مثلا كان مصارعه، العاب قوه، بوكس، رفع اثقال، كوره، مرحبا بيهم جميعا. احنا موجودين، اللي عايز يبتدي الكارير بتاعه من اول معانا كرياضه يتفضل. هاند بول اتفضل. طب انتوا مقر الاتحاد فين؟ مقر الاتحاد بتاعنا في مقر الاتحاد الجنوب الاولمبيه في استاد القاهره. في استاد القاهره، لكن موجودين احنا في اسكندريه وموجودين في القاهره. انت موجود في البيج بتاعتنا، موجوده على الفيسبوك. اللي عايز يتواصل معانا دايما بيجي لنا ريكوست، طب انا ممكن فين، وبنوجههم. بتوجهوه. طب ممتاز، احنا كويس ان الكلام ده بنقوله عشان برضو اللي حابب يلعب اكيد لعبه زي دي ان شاء الله ننضم معاكم باذن الله. يا ريت. طب ليه يا رواني الكره دي اول ما بدات تلعبي بيها ايه المشاكل اللي قابلتك؟ يعني ما كنتش عارفه ابصيها قوي عشان انا كنت بلعب باسكت، فهي مختلفه قوي عن كره الباسكت. بس بتيجي بقى بتيجي بالتكرار، يعني كل شويه كنت بنزل. الولاد والبنات نفس حجم الكوره؟ هي نفس الكوره. طب ما يعني بس هي عايزه ايد كبيره و لا لا يعني مش عايزه قدرت تعمل يعني مش محتاجه ايد كبيره. طيب ولا حاجه. طيب يعني انتوا انت اتكلمت عن الباص، الباص عندكم دايما للجنب صح؟ والورا ما ينفعش باصي لقدام. لا ما ينفعش تباصي لقدام، لازم تباصي لحد ورا. اجري بالكره لقدام. عايز تباصي لقدام برجلك. تباصي قدام برجلك بس واحد لواحد جاي من ورا. لواحد جاي من ورا. معقده شويه. هي معقده. انما انت لازم وانت بتباصي تباصي للجنب. والوراك يعني دي مهمه قوي ان هو لورا، ما ينفعش تباصيها لحد واقف قدامك. قدام ما ينفعش، مصر كده ممكن تخلص خلاص اللعبه، لان هو لو باصي لقدامه خلاص تك تك هنبقى. بس اللي انا شايفه ان السرعات امر مهم جدا. تمرني على السرعات لوحدك كروان؟ ازاي يعني؟ هل في فيتنس بتمرن عليه؟ في شغل فيتنس بتمرني لوحدك؟ في مدرب فيتنس بينمي سرعات؟ احنا دايما في التمرين بتاعنا بيبقى في يعني غير تمرين الرجبي بيبقى في تمرين فيتنس بنعمله وقت التمرين مع بعض، وبنعمله لوحدنا يعني قبل ما نيجي التمرين. بتبقى حاجات مثلا ديستنس بيست، ان انت تجري 5 كيلو او 7 كيلو او تجري سبرنتات والتايم وقتك يعني. طب والفنتات والحاجات دي؟ لان برضو الحاجات دي الفنتات مهمه جدا. يعني ايه بتتمرنوا عليها برضو؟ هل في تدريبات؟ هل مثلا بيتحط لكم زي يعني زي كل حاجه موجوده؟ كل حاجه. بيتحط لنا كونز، وان انت تسايد ستاب الكونز دي، بتحط كل حاجه، اي حاجه ليها علاقه بالفوت ورك بنشتغل عليها يعني. بس هو كابتن يعني حسن قال كلمه، قال لك انت قريب جدا من كره القدم فعلا. هي كانت تاريخين كان هم لعبه واحده وانفصلوا. يعني قواعد الاوت هي تعتبر. حتى في كلمات في يعني عمرك انت عندنا كلمه اوفسايد، اوفسايد دي مش موجوده غير الكلمه دي مش موجوده غير في الكوره وفي الرجبي مش موجود. يعني هي التاريخين كان لعبه واحده. طب ليه الامريكان فوتبول بالرغم انها بتتلعب في دولتين ثلاثه على مستوى العالم يعني معروفه اكتر من الرجبي؟ الميديا هوليوود. هوليوود تتكلم في يعني احنا دلوقتي انت كلنا نقدر عارفين ان الامريكان فوتبول بتتلعب، وعشت الدراما بتاعتها والتلفزيون والابطال وغيره وغيره بتاع الجمهور وحياته جوه ايه وحياته بره ايه، برغم ان هي لعبه زي ما انت قلت عددها بتمارس في دوله واحده، مش لعبه اولمبيه ومش لعبه اولمبيه ولا عمرها هتبقى اولمبيه فاهم. لكن انت الرجبي في نفس الوقت اللي اتعمل عنه كان 3 أو 4 أفلام، واحد منهم اللي كان عالمي بمعنى كلمه عالمي لو انفيكتوس ده، لكن غير كده مفيش الكلام، مفيش التغطيه دي يعني. حتى في بلدها الام كفي انجلترا او غيرها مش هتلاقي كميه الميديا وكميه الافلام والروايات وكده، برغم ان اللعبه مش شعبيه. بتفكر يا كابتن انتوا كاتحاد تسفروا مثلا منتخب يعمل معسكرات في انجلترا، يعمل معسكرات في جنوب افريقيا؟ طبعا يعني احنا طبعا لو احنا طبعا احنا دلوقتي احنا لسه بصدد ان احنا بنحط او يعني حطينا خدنا التقرير بتاع البطوله الافريقيه اللي فاتت. احنا دلوقتي لو احنا عايزين نروح نلعب في الاولمبياد ده هدف. طيب فاحنا عندنا 3 أو 4 سنين سوري يعني عشان عشان تقدر توصل بتاع. فانت لازم تشتري عندك فتره معسكرات. احنا كم فرقه اهل من افريقيا عندك؟ 2. موضوع صعب. او جنب افريقيا واحد منهم بالظبط. الثاني يعني 2 هو انت في افريقيا طالع واحد يعني. طب مين يعني مين اللي تاهل اخر فرقه؟ تونس؟ لا 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 كانت تقريبا ناميبيا اللي هتلعب في الاولمبياد تاني. قلبي معاكم يا كابتن والله. بص انا لا يعني منافسه شديده. طبعا موضوع احنا طبعا عايزين نسعى ان احنا نعمل بطريقه استراتيجيه ومعموله بطريقه علميه، وكان معانا الخبير بتاعنا اللي هو ماسك الجانب الفني، ان احنا ستيب باي ستيب كده نحط اللعيبه بتاعتنا في افضل مكان، وان هم يقدروا ياخدوا افضل تاهيل، ان هم يقدروا يلعبوا على المستوى ده.
كابتن معلش الوقت مر طبعا سريعا. انا مش عايز اقول لك انا مش مستمتع. انا سعيد جدا باللقاء ده. سعيد جدا بيك وسعيد بمجهودك طبعا كابتن حسن احمد خالد نائب رئيس الاتحاد المصري للرجبي ونائب رئيس الاتحاد العربي. بشكرك نورتني وشرفتنا يا كابتن. انا بشكرك يا فندم، شكرا عليك جدا. روان لاعبه الجامعه الامريكيه ولاعبه منتخب مصر، بشكرك نورتني وشرفتني يا روان. شكرا، كل التوفيق ليك ان شاء الله. شكرا. اعزائي المشاهدين، ده كان حلقتنا النهارده عن الرجبي المصري، وزي ما وعدناكم دايما هنكون مع ابطالنا، دايما هنكون مع كل مكافح بيسعى انه يقدم او يقدم حاجه لمصر جيده. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه قادمه مع الابطال.